مرحباً يا أصدقاء، كيف الحال؟ سنتذكر سوياً الأشكال الهندسية المربع والمستطيل. والآن يا أبطال، سنرى سوياً شكل هندسي جديد. إنه المثلث، لديه ثلاث أضلاع. قال المثلث: عندي أنا ثلاث زوايا، ما أروعها ما أروعها من مزايا. سقف القرميد مثلث والجبل العالي مثلث، ما أروعها قصتي. دي عندي ثلاث أضلاع مرسومين، تلاقوني في الزينة أو في البراويز. في عندي ثلاث أضلاع، يلا عرفني ولا تحتار. في عندي ثلاث أضلاع ومرسومين. أنا مثلث، أنا مثلث، أنا مثلث، أنا مثلث. والآن جاء دور الدائرة. إنها شكل هندسي، لا يوجد لديها أضلاع. أنا دائرة، أنا دائرة، أنا دائرة، أنا دائرة. نحن الأشكال في كل مكان، تجد الأشكال. جاء دور الدائرة، نظرت حولها حائرة، غمزتها الشمس. أضلاع يا حلوين، وأقطاري دايماً بيكونوا متساويين. بتلاقوني بصحن كبير أو مقلاية يا أمامير، شكلي ما فيه أضلاع يا حلوين. تشاهدون أشكالاً هندسية هنا؟ دائرة. أحسنتم، أحسنتم يا أبطال. والآن هل تشاهدون أشكالاً هندسية هنا؟ مثلث. أحسنتم. هيا يا أصدقاء، ابحثوا معي عن الدائرة. ابحثوا جيداً. أين هي الدائرة؟ هذه هي الدائرة، موجودة في الشمس. أحسنتم. والآن ابحثوا معي عن المثلث. أين هو المثلث؟ ابحثوا جيداً. ابحثوا عن المثلث. إنه هنا في سقف البيت. أحسنتم، هذا هو المثلث. والآن أين هو المستطيل؟ ابحثوا عن المستطيل. نعم، هذا هو المستطيل. أحسنتم، أحسنتم يا أبطال. والمربع أين يكون؟ ابحثوا عن المربع. نعم، هذا هو المربع في نافذة البيت. أحسنتم يا أبطال. إذن يا أصدقائي، الأشكال الهندسية موجودة في كل مكان من حولنا. في كل مكان.
كل مكان.